الحكومة اليمينية السابقة بصدد صدام مع المفوضية الأوروبية بسبب التمييز. السلام عليكم بنشرتنا اليومية على إنفوغرات لنكتمل بالمعرفة. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد فيينا بسبب القواعد التي فرضتها والتي يتم بموجبها الربط بين الإعانات الأسرية الخاصة بالأطفال الذين يعيشون في دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي بتكاليف المعيشة في تلك الدولة. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الخميس إن هذه السياسة تمييزية لأنها تعني أن بعض العاملين المتنقلين التابعين للاتحاد الأوروبي الموجودين في النمسا والذين يساهمون بشكل كامل في الاقتصاد النمساوي وضمن القوى العاملة ونظام الضمان الاجتماعي في النمسا يحصلون على مزايا أقل ويتم بموجب القاعدة احتساب مزايا الأسرة بحسب مؤشر مستويات القوى الشرائية المحلية مما يعني أن العاملين الذين تعيش أسرهم في دول مجاورة تابعة للاتحاد الأوروبي مثل المجر وسلوفاكيا يحصلون على مزايا أقل من نظرائهم المقيمين في النمسا. وكتبت المفوضية إلى النمسا أن ردها لم يقنع المفوضية. أثارت زيارة المستشار النمساوي سباستيان كورتس إلى مقاطعة فورالبيرغ انتقادات كثيرة بعد تجمع بعض السكان للترحيب بالمستشار دون المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي التي أقرتها الحكومة، حيث أعلن عضو حزب النيوز سيب شيلهورن نيته لتقديم بلاغ ضد كورتس نتيجة هذا الإهمال منه. وأظهر مقطع فيديو حيث طلب كورتس من الصحفيين والمصورين المنتظرين أن يبتعدوا قليلا، حيث قال: أرجوك أن تبتعد، لدينا متسع من الوقت لكل شيء. أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 14405 حالات من إجمالي الإصابات، والذي بلغ 16058 حالة. وذكر بيان للوزارة اليوم أنه يوجد بالمشفى 234 حالة، منها 54 في العناية المركزة، بينما بلغ عدد الوفيات 626 حالة. ومع استمرار اتجاه الشفاء السريع في النمسا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النمسا أصبحت قدوة لبلاده. قال وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبا اليوم أن الوضع الحالي فيما يتعلق بالإصابات الجديدة بعدوى كورونا ثابت ومستقر، مشيرا إلى أن تخفيف القيود لم يتسبب في انتكاسة أو في زيادة عدد المرضى. وذكر الوزير أنه قريبا سيكون هناك أقل من 1000 إصابة في البلاد، ولكن الفيروس سيبقى معنا لفترة طويلة، حيث جاري التوسع في اختبارات الكشف عن الفيروس PCR وأيضا اختبارات الأجسام المضادة. وأضاف أنه لا توجد حالات جديدة في أجزاء كبيرة من البلاد، ومع ذلك يجب على المرء أن يكون مستعدا لاحتمال استمرار وجود الفيروس لفترة طويلة بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية. أكد كارل نيمر وزير الداخلية النمساوي أن تعاون الشرطة والجيش في تأمين الحدود مع دول الجوار منذ بداية أزمة جائحة كورونا حقق الكثير من النتائج الإيجابية ووفر الأمن الكامل للبلاد. وتفقد وزير الداخلية ووزيرة الدفاع كلوديا تانر معا عددا من النقاط الحدودية لتقييم الموقف قبل تطبيق قرارات رفع القيود عن الحدود مع ألمانيا وسويسرا بشكل تدريجي اعتبارا من غدا الجمعة وبشكل كامل في منتصف يونيو المقبل. أفادت صحيفة فيلت الألمانية نقلا عن أرقام غير منشورة من المكتب الأوروبي لدعم اللجوء إيزو أن أعداد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج انخفضت بنسبة 25% بين شهري يناير وأبريل. ووفقا للصحيفة فإنه تم تقديم ما مجموعه 164718 طلب لجوء في الفترة المذكورة، معظمها في إسبانيا، وبهذا لم تعد ألمانيا وجهة طالبي اللجوء الأولى كما في الماضي، لتحتل المرتبة الثانية ب 33714 طلبا.
وكانت إيزو قد أعلنت عن انخفاض طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بمقدار النصف تقريبا في مارس بسبب أزمة كورونا، وعزت ذلك إلى قيود الدخول التي تفرضها الدول في مكافحة الوباء. أكد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات اليوم أن القيود المفروضة على السفر والتنقل بسبب جائحة كورونا لا تمنع حركة الأشخاص الفارين من النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف والظروف المعيشية الخطيرة، بينما من المرجح أن تؤدي العواقب الاقتصادية للوباء إلى زيادة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وذكر تقرير حديث للمكتب صدر اليوم الخميس في فيينا أن المهاجرين واللاجئين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا يقعون بين ضغوط الحاجة إلى الفرار من النزاعات والفقر وبين خطر الغرق في البحر، وإضافة إلى خطر الإصابة بعدوى كورونا في غياب الظروف الصحية والنظافة الأساسية خلال رحلة اللجوء. وأوضح التقرير أن الظروف المعيشية للمهاجرين واللاجئين في الطريق وفي مخيمات اللاجئين كانت مصدر قلق كبير لعقود قبل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن انتشار الوباء وعواقبه من المحتمل أن يعرض حياة هؤلاء الناس للخطر أكثر. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء.